السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا في القناة الرياضية الكويتية، رحب فيكم وحياكم الله معنا من خلال هذا الاستديو. راح نغطي اليوم الأسبوع التاسع من الدوري الكويتي لكرة اليد. اليوم عندنا مباراتين إن شاء الله راح نغطيها من خلال هذا الاستديو، وأيضا راح نتكلم على مباريات ونتائج الأمس وبشكل عام. خلينا نرحب في المحللين المتواجدين معي، كابتن وليد عايش أبو عبد الله، تقبل طاعتك وساك الله بخير. طاعتكم ان شاء الله، طاعتكم ان شاء الله رب العالمين. واخوان المشاهدين، مس عليك وعلى اخوان المشاهدين وعلى اخوي كابتن خالد، وتقبل طاعه الجميع ان شاء الله باذن الله. حياك الله يا ابو عبد الله. ايضا رحب في معلم الفني الكابتن خالد حسين. كابتن خالد مساك الله بخير وتقبل طاعتك. مساك الله بالنور، مسا عليك ومسا على الساده المشاهدين وعلى اخوي ابو عبد الله. اذا مثل ما ذكرت اليوم مشاهدينا عندنا مباراتين راح نشوفها معاكم من خلال الستايد. المباراة الأولى التضامن وخيطان، التضامن اللي يدخل المباراة هذه من غير أي رصيد أمام خيطان اللي عنده نقطتين. أول مباراة التضامن وخيطان. المباراة الثانية صليبيخات والساحل، صليبيخات بسبع نقاط أمام الساحل أيضا من غير أي رصيد. إذا مباريات يمكن بعض الفرق فقدت التأهل، وبحكم يمكن لاحظنا النقاط وخلاص ملامح يمكن الستة أو الخمسة وبانتظار السادس، يعني المنافسة على المركز السادس بينت. وبالتالي أعتقد اليوم يمكن من الأربعة فريق صليبيخات هو اللي يحتاج الفوز للمنافسة أيضا على الدخول، لكن أعتقد تضامن خيطان الساحل خلاص بعاد عن التأهل. أنا يمكن تطرقت المرة اللي طافت على مباراة خيطان، عفوا مباراة تضامن ويا الكويت، النتيجة الكبيرة. كنت أتكلم طبعا وليس تقليلا في نادي التضامن، كنت أتكلم على نظام الدوري اللي ما خدم نادي التضامن، نظام الدوري اللي يمكن شفنا فيه نتائج كبيرة. فالقصد كان والحديث عن أن ظلم نادي التضامن باللعب مع فريق أو فرق أعلى منه بمستوى، لذلك بعكس يمكن السنوات السابقة اللي كان يلعب مع فرق قد تكون قريبة منه. فبالتالي ابو عبد الله اليوم اعتقد الاربع مباراتين ثلاث فرق بعاد خلاص عن التاهل وفقدوا التاهل. هو طبعا الاقرب الان اللي يحتاج الى الفوز الحقيقي هو صليبيخات، وايضا كان من الفرق المرشحه، ولكن بعض الهفوات اللي صارت في احد المباريات افقدت يعني توازن نادي صليبيخات اللي يعني خلاه يبتعد شوي. الان في جو منافسه ولكن ابتعد يعني لحد كبير بالنسبه للمنافسه للدخول الى مستوى الكبار، ولكن نتامل ان شاء الله ان يقدم مستوى في هذا اليوم ويكون من ضمن الفرق اللي تتنافس على ستة الكبار. والامانه قدم مستوى طيب خلال مشواره، ولكن في حصلت بعض الهفوات في احد المباريات اللي ابعدت نادي صليبيخات عن التنافس، ولكن كفريق عناصره متكامله ولكن يحتاج الى التعديل. اوكي، بيكون من اللافسون على السته، يعني اذا فاز اليوم يكون يدش 6-9 نقاط، فاتوقع انه يكون يعني من ضمن الفرق اللي قاعد تنافس. إيه؟ الان هم بس انا اقصد ثلاث فرق اليوم بعاد، يعني خلاص اي طبعا خيطان والساحل والتضامن بعاد ابتعاد كلي، يعني ولكن كل واحد على نقطتين وبدون نقاط، الساحل والتضامن بدون نقاط وخيطان على نقطتين نظرا لفوزه على الساحل. ولكن صليبيخات عنده حظوظ، ولكن سيواجه ايضا فرق قويه، ولكن يدش من ضمن الفرق المتنافسه على ستة الكبار. خالد، ملامح اعتقد الفرق التضامن خيطان ساحل بعاد تماما خلاص، صليبيخات اللي فقط هو اللي محتاج الفوز اليوم. عبد الله، هذه سلبيات الدوري الدمج، يعني احنا تكلمنا يمكن من فتره طويله. دوري الدمج يعني على وجهه نظري يعني انه نظام يعني ما نبي نقول سيء، ولكن ما يخدم فرق، يخدم فرق على فرق ثانيه، يعني مثل ما تفضل يعني شوف للحين احنا بنص الدوري، خلينا نتكلم اغلب الفرق خرجت من المنافسه بشكل كبير من البدايه، فما كان له داعي، يعني هي الفرق المنافسه هي سبعه او ثمان فرق فقط. فنظام الدرجتين انا اشوفه يعني رايي انه افضل كثير يعني من الدوري الدمج، لان لا الفرق الصغيره هي تستفيد، حتى الفرق الكبيره قاعد تاخذ نقطتين، لعبات زياده، اصابات اكثر. فنظام الدوري صراحه يعني أوكي. يعني الحين بالضبط الاسبوع التاسع هنا ابو عبد الله، الاسبوع التاسع
تو ناس باقي يعني باقي بعيد يعني عندك خلاص تضامن ساحل خيطان يرموك النصر القرين كلهم هذول خلاص فقدوا التأهل يعني. اي هذول فقدوا تقريبا خمس فرق اللي هم ابتعدوا ابتعاد كل يعني التنافس. ولكن نتكلم عن نظام الدوري يقول يعني احس انه يكون في الستة الكبار راح يكون من قسمين ايضا راح يطول العملية هذه. ولكن احنا نقول لابد على اللجنة الفنية او الاتحاد الكويتي ان ينظر الى الجدول او النظام الدوري في العام القادم نظرة ايجابية بحيث انه يحط في اعتباره اعداد حق المنتخبات الفرق المشاركة في البطولات الخارجية يشوف شنو النظام الافضل اللي يخدم بالفعل الفرق. ما نكون الان احنا الحين يعني على نهاية يعني السنة وللآن شقارين لحد الآن نصف الدوري فلابد أن يكون في نظام بحيث أن يعطي فرصة أكبر لإعداد الفرق للمشاركات الخارجية وأيضا للمنافسات الداخلية المحلية. فأتوقع أن نظام اللي هو درجتين يكون أفضل بحيث أن يعطي فرصة أيضا حق الفرق الدرجة الثانية بالمنافسة وأيضا تقديم مستوى أفضل. أما يحضر المباراة وهو عارف أنه ما راح يقدم مستوى قوي بين فارق بينه وبين الفريق المتقدم مثلا نقول كاظمة كويت العربي عارف مستوى. لكن فيما حصل انه في نفس مستوى اكيد راح يقدم يعني مستوى افضل راح ينافس عنده طموح. فاتوقع ان النظام من درجتين وايد افضل. بس اذكر ان النظام هو السنه الدمج يمكن اكثر مره اذكر نظام الدمج لان في ناس وايد تسعى النظام كل الفرق يلعبون مع بعض عقب ياخذون سته يصعدون فوق مع نقاطهم وثمانية ينزلون تحت مع نقاط اللي فوق بيلعبون قسمين مع نقاطهم طبعا يلعب قسمين وبعدها يتوج بطل الدوري واللي تحت يلعب قسم واحد أيضا مع نقاطه. فهذا نظام الدوري بشكل عام وراح يكون أيضا توقف خلال فترة العيد باكر في مباريات وليلة العيد في مباريات أظن يوم 9 10 و11 و12 راح يوقف الدوري ويرجع ب 13 استكمال مباريات. اوكي خالد يعني اعتقد اليوم شوف يعني هتكلم معنويا نفسيا المباراة تحصيل حاصل وبالتالي الفريقين جايين شوف حتى يمكن ما في حافز للمباراة كانها يعني تعب يلعب المباراة وبيمشي. يعني انا وجهة نظري عبد الله المباريات النفس نوعية المباراة يعني تضامن من غير ولا نقطة الحيطان عنده نقطتين يعني انا اشوف ان المدربين بهالمباريات تجربه لاعبين او يعني هي حصه تدريبيه تصير اكثر ما انها لان هي لا ما في منافسه ما في حصد نقاط ما في يعني اي ايجابيات حتى من الفوز فهي تكون مباريات هذه تحصيل حاصل تجري يعني تكتيك جديد لاعبين ما كانوا يلعبون مصاب راجع من الاصابه يلعب فالمباريات هذه عبد الله دائما تكون يعني احنا تفتقد الى الفنيات تفتقد الى المنافسه تفتقد الى الروح يعني وايد يعني وايد امور سلبيه راح تصير بهالمباراه. ابو عبد الله انا اسولف يعني مع يعني اعطيك مثال مثلا اليوم خيطان تضامن الساحل ما بذكر كل الفرق بالنسبه لي انا وجهه نظري اذا الموسم الجاي بنفس النظام انا ما راح اجيب محترفين لان بدفع فلوس بجيب محترفين وبتراوح مركزي ما بين هالمراكز يعني ما راح انافس. انت نعم. تأيد ولا لا لازم اي محترفين واطلع بصوره زينه؟ لا شوف طبعا انا هم بقول شغله مهمه بعد ايضا بالنسبه للنظام اللي حطوه في السنه انه يكون اللاعب يلعب اكثر عدد من المباريات. ولكن الامانه كان مفترض انه يكون على قسمين والعب انت على المستوى الدرجه الاولى والدرجه الثانيه سوي لك انت على هم قسمين بالنسبه للدرجه الاولى وبالنسبه للدرجه الثانيه العب على قسمين يكون عدد مباريات اكثر. ولكن مثل ما تفضلت الان الفرق اللي في الدرجه الثانيه نقول الموسم القادم اذا لعب على لعب قسمين ما يجيب له محترفين لا يجيب له محترفين بحيث انه يطور من نفسه ويحاول انه يوصل السبعه الكبار او الثمانيه الكبار الموجودين في قسم في الدرجه الاولى وينافس يعد نفسه مره ثانيه ويعد فريقه مره ثانيه بالعكس هذا يكون دافع او حافز له. اما تقول الفرق اللي يعني مستواها بعيد كل البعد عن المنافسة ما من حد أسماء الفرق ولكن بعيدة ما تجيب محترفين بحيث نقول أنا يا يشارك بس زين أنا تبيني أدفع فلوس يعني أنا خلنا نقول مثلا الساحل خيطان التضامن بدفع فلوس بخسر يعني بس فنيا أنا عارف إمكانيات فريق إنه ما راح يروح بعيد هذا مكانه يعني أنا بعطيك مثال على العربي يعني أنت حتى لو تنزل ثمانية يعني مع الثمانية اللي تحت
لو اخذت انت المركز الثامن او المركز السابع عفوا. اي طبعا ايش في بتلعب عبد الله في فرق غيابه محترفين وما صعد على التاسع ثامن عاشر. اعطيك مثال بسيط الان فريق النصر العام رقم ليش جابوا محترفين العام او الموسم اللي طاف اللي قبله كان درجتين لان في صعود وفي هبوط نفس كلامي فبالتالي انا بيب اي هذا كلامي كذي انا الحين هذا كلامي كذي قاعد اوضح لك انا قاعد اقول لك ما فهمت اي انا قاعد اقول لك انا الفرق اللي قاعد تحب ان تنافس توصل فوق تجيب محترفين بس انا اذا النظام شيء ما في لو في صعود هبوط طيب بس ما في هذا انا قاعد اتكلم عن نظام قسمين انا اتكلم عن نظام قسمين اما يعني قصدي درجتين اي درجتين ما اتكلم عن درجتين اسف درجتين انا قلت قسمين درجتين فنادي النصر الان يعني يقدم مستويات ولكن الظروف اللي مر فيها النادي صراحه يعني حرام انا واحد من الناس كنت ترشح نادي النصر يكون من ست الكبار بدا بدايه زينه اي بالضبط ولكن على الاسف الظروف اللي خارج عن ارادته وعلى فكره انا حسب ما وصلني نحل موضوع المادي لنادي النصر الجهر حلهم الاخوان في الهيئه جزاهم الله خير حلوا الموضوع الله يعطيهم العافيه شكلوا لجنه وخلصوا الموضوع ف ايش كثر اثر عليهم خلال فتره طافت نعم اثر عليهم اثر اكيد تاثير سلبي عليهم ولذلك تشوف المستوى ما طلعوا من المستوى المطلوب حتى المحترفين يعني حطوا على نفسهم ولكن نفسيا يعني مهما كان يعني الواحد يصرف على اهله وعلى بيته وعلى هذه وين حسيتها انا حسيتها بابو فهد الكابتن فالح الزعبي ايش كثر كان محتر لانه كان بالفعل يشتغل ويعني وعمل شغل كبير بالفريق لكن اصطدم بهالظروف هذه اللي حبطت الفريق ورجع كان لها سبب سلبي على فريق نادي النصر واللي كان مرشح قوي ان يكون من ست الكبار على المستوى اللي قدمه يعني الامانه يعني يشكرون عليه كابتن مناور وكابتن فالح على هذا المجهود وعلى هالعطاء واهتمام بالفريق اللي خلوه يطلع بهذه الصوره ولكن الظروف الخارجه عن ارادتهم ادت الى هبوط مستوى نادي النصر والان يحاول انه يرجع مره ثانيه. خالد التضامن رغم كل الامكانيات المتواضعه الا الكابتن ايمن الفي قدر يظهر بصوره زينه والدليل في مباراتين الاخيرتين مع الكويت ومع الغاتسيه، مع الغاتسيه طلع هو غالب الجيم الاول عفوا مو مع الكويت مع الغاتسيه طلع فايز بالشوط الاول فقدم مستوى رغم انه ما عنده محترفين ولا عنده يعني امكانيات كبيره مثل الفرق الثانيه. لكن خيطان اليوم طبعا اذا ما قررناها عنده لاعبين محترفين يمكن كاسماء او كعروض ايضا كنتائج كانت افضل من فريق التضامن. التضامن يعني مثل ما ذكرت عبد الله التضامن انت ما عندك محترفين عندك اللاعبين اللي موجودين لهذا فالمدرب شنو مهمته؟ مهمته هو ما يبي ينافس على الصعود مثلا ولا ينافس على ظل الامكانيات اللي موجوده عنده ولكن هو مطالب بتحسين اداء الفريق داخل الملعب طريقه اللعب تشكيلة اللاعبين اعداد اللاعبين الاعداد البدني للاعبين فهذا المدرب مطالب يعني باللي يسويه مع فريق مثل نادي التضامن فانت نادي التضامن لما يقدم مباراه مثل ما ذكرت انت مباراه القادسيه طالع الشوط الاول وهو فايز فهذا انجاز يحسب للمدرب وللاعبين فهذا انجاز كبير فهذا المطلوب منه انه يقدم كره يد يقدم اداء داخل الملعب يقدم اذا ني على خيطان عنده محترفين يعني نوعا ما جيدين فهني اللي نحسبها على نادي خيطان انه هو ما قدم طول من بدايه الدوري الى الان هو فايز لعبه واحده وخسران كل المباريات فهني نقدر نلوم خيطان اوكي خيطان ايش كثر اثرت عليه خسارته من العربي فرق جول خسر من القرين فرق جولين يمكن كرات بسيطه ايش كثر اثرت عليه هذه الخسائر مع انه كان يعني ماشي زين نفسيا هذه عبد الله تاثر على الفريق بشكل كبير يعني انت لما تؤدي مباريات كل هالمباريات بمستوى فني عالي وتوصل لنهايه المباراه وتقدم مباريات جيده تخسر اخر الثواني فرق هدف فاكيد يعني هي اذا نقول مباراه ممكن انت عداها ولكن هي مباراه واثنين وثلاثه فنفسيا شيء طبيعي انها تاثر على اداء الفريق داخل الملعب حتى بالمباريات اللي وراها ولكن انت هذا المطلوب منك انت تدش الملعب تقدم اللي عليك والفوز والخساره هذا مجهود وبالنهايه توفيق من رب العالمين. اوكي هل ابو عبد الله اليوم مباراه تصنف من جانب واحد يعني هل اليوم خيطان هو الافضل في كل الامور الفنيه او ممكن التضامن مثل ما سوى مع القادسيه بالجيم الاول طلع فايز فرق هدف قدم ايضا شوط ثاني مباراه يعمل شيء امام خيطان تختلف المعايير يمكن لو. ما اعتقد انا ارجع الكلام اخوي خالد قال ان هذه المباراه راح تكون حصه تدريبيه بالنسبه حق الفرق لاعداد اللاعبين ايضا ولا كذلك ايضا لتجربه اللاعبين اللي ما شاركوا خلال هذا الموسم.
ما اتوقع انها راح تكون مباراه فيها نديه او فيها، لكن راح يكون فيها عطاء اكثر من نادي التضامن. الكابتن ايمن يحاول كثر ما يقدر انه يعني يوظف اللاعبين بشكل صحيح، لان عنده استحقاق ثاني واللي هو بطوله الكاس. اكيد راح يكون عنده خطه بديله لتطوير الفريق من حيث توظيف اللاعبين، كذلك ايضا هو اعطاء فرصه لاكبر عدد من اللاعبين للمشاركه، لان كابتن ايمن مر مع فرق قويه، واجه فرق قويه، فهذه فرصه اليوم انه يجرب اللاعبين بشكل ويحط عقوتهم المنظومه الاساسيه اللي راح يستمر فيها على الموسم القادم، اذا كان ما اذا التضامن له هدف انه يطور من مستواه ويصعد الفرق، اتمنى يكون درجتين ويكون منافس ويجيب المحترفين، فهذا اكيد راح يساعد كابتن ايمن على النهوض في الفريق، لان الامانه على الرغم من الامكانيات الموجوده واللاعبين المحليين الا قاعد يقدم مستوى على حسب الامكانيات الموجوده وعلى حسب المعطيات اللي عنده كابتن ايمن. والامانه التضامن ايضا قدم مستويات، ولكن الفرق اللي واجهها تفوق مستوى، ولكن عناصر شابه متواجده بالفريق يعني يؤدي. شكرا كباتن. اذا مشاهدينا اول مباراتنا اليوم خيطان بنقطتين امام التضامن اللي يدخل هذه المباراه من غير اي رصيد. كل التوفيق للفريقين، وراح تكون ان شاء الله المباراه بعد شوي مع زميلي العزيز محمد الشكري ابو جاسم. مسي عليك بخير، تفضل. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. هذا محمد الشكري يحييكم أجمل تحية ومن صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح للألعاب الرياضية في منطقة صباح السالم رحمة الله عليه، وننقل لكم وصفا تفصيليا للمباراة التي ستقام بعد قليل إن شاء الله ما بين فريقي خيطان والتضامن. يمثل فريق خيطان كما نشاهد أمامنا أعزائي المشاهدين على الشاشة بحراسة المرمى عبدالله البلوشي، محمد جمشير، وعثمان عبد القدوس، واللاعبين يوسف الحداد، أمير سلطاني الإيراني، سالم البلوشي، أحمد عبد القدوس، وعلي المسوي، يوسف البلوشي، فهد الفاضل، عبدالله جاولي، كامران أسدالله المحترف الإيراني أيضا، وإبراهيم البلوشي، ناصر العنزي، حسين البلوشي، وعبد العزيز دشتي. مدرب الفريق الكابتن المعز بن محفوظ التونسي، والمساعد الكابتن بشار البلوشي، ومشرف الفريق الكابتن مشعل الوهيبي، والخصائي كيران. أما فريق نادي التضامن فيمثل اليوم بحراس المرمى وليد السبع وأسامة عاشور وفهد العيدان، واللاعبين عايض الرشيدي، يوسف صالح، وليد الرشيدي، ناصر آرتي، مبارك القديفي، حبيب عقيل، عبدالله غسان، وجابر أياد. مدرب الفريق الكابتن المصري الكبير ومن الأسماء اللامع بلعبة كرة اليد المصرية والأفريقية الكابتن أيمن الألفي، والمساعد الكابتن محمد حجرف العتيبي، وإداري الفريق الكابتن بسام الشمري. حكام مباراة اليوم أعزائي المشاهدين كما نشاهد أمامنا الكابتن خالد الفلجاوي درجة أولى، وطلال الهران القاري، والميقاتي محمد مدو، والمسجل ناصر عوض. ومراقب هذه المباراة أعزائي المشاهدين نشاهد أمامنا في أصال عبد الرحمن الملة وفوزي إبراهيم.
هذا الحكم طلال هران القاري. طبعا نشكر السيد التحليلي الكابتن عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن خالد حسين والكابتن وليد عايش وحديثهم قبل المباراة عن هذه المباراة. طبعا المباراة هذه تشاهدون امامكم اعزائي المشاهدين، نقول مع متذيل الترتيب في سلم الترتيب العام لدورينا دوري كرة اليد القوي والممتع والشيق في هذا الموسم، بانتظار صافرة الحكم. هذا الحكم خالد الفلشاوي، بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة وصار صافرة من الحكم خالد الفلشاوي ليعلن عن بداية المباراة والكرة بداية مع فريق التضامن باللون الأزرق وخيطان في اللون الأحمر المعتاد في كل مباراة. الكرة مع عبد الله غسان إلى مبارك القديفي إلى الرشيدي، أيضا الرشيدي إلى مبارك القديفي مرة ثانية إلى مبارك القديفي، عبد الله غسان إلى مبارك يمرر إلى عايض الرشيدي يمرر إلى الجناح ولكن تقطع عن طريق اللاعب رقم 3 البلوشي يوسف البلوشي. مرة ثانية مبارك القديفي إلى عبد الله غسان، مبارك راح يسدد أو يمر يسدد يحاول يمر يلعب الدائرة ولكن هناك صافرة وخطأ لصالح التضامن، صافرة واضحة من الحكم خالد الفيتشاوي وجود خطأ. مبارك القديفي إلى عايض الرشيدي يسدد عايض ولكن تسديدة عايض الرشيدي ترتطم في القائم وترجع وهجمة سريعة وفاست بريك سريع وتسديدة، ولكن عاشور أسامة عاشور أحد النجوم اللامعة في هذا الدوري صراحة. أسامة عاشور قدم ويقدم دائما المستوى الثابت، هذا الحارس أسامة عاشور مثلما قدم مباراة ممتعة وجميلة وكبيرة أمام القادسية في الأسبوع الماضي وأيضا قبل مباراة القادسية، أيضا كان أسامة عاشور من الأسماء الجميلة صراحة بالحراسة. أتمنى التوفيق لهذا الحارس. تسديدة من عبد الله غسان ولكن دفاع قوي من المحترف الإيراني كامران أسد الله. كرة مع عايض الرشيدي، هذا عايض الرشيدي راح يسدد يسدد ولكن تصدي من الحارس عثمان عبد القدوس، على عبد القدوس ربنا يحفظهم هذا ولدهم. الكرة مع خيطان عايض تمريرة إلى الدائرة الرشيدي ولكن حكم مباراة يقول لا توجد أي مخالفة، بالتالي ترجع الكرة لخيطان. الكرة مع خيطان، الكرة مع خيطان سلطاني إلى كامران أسد الله راح يسدد كامران ولكن دفاع قوي من عايض الرشيدي، دفاع قوي من عايض الرشيدي ورمية 7 أمتار أو 9 أمتار عفوا، رمية 9 أمتار لصالح خيطان. كرة مع خيطان بلوشي يوسف إلى كامران أسد الله إلى يوسف بلوشي مرة ثانية، سلطاني أمير سلطاني إلى كامران إلى سلطاني يسدد ولكن عاشور يتصدى. وبرافو يا عاشور، برافو يا أسامة يا عاشور على هذا التصدي. قلنا لكم من بداية المباراة وتحدثنا كثيرا وسنتحدث كثيرا عن هذا الحارس أسامة عاشور، حارس متميز. يا سلام عليك يا عاشور، يا سلام عليك يا أسامة يا عاشور حارس التضامن على هذا الأداء الممتع والجميل في بداية المباراة. تصدي لأكثر من تسديدة، عايض الرشيدي إلى الجناح يوسف صالح وهدف، هدف للتضامن، هدف للتضامن عن طريق اللاعب يوسف صالح الجناح الأيمن نادي التضامن. هذا يوسف صالح، يوسف صالح وأول هدف في المباراة لصالح التضامن، واحد التضامن لا شيء. خيطان بعد تصدي رائع وجميل من الحارس أسامة عاشور حارس نادي التضامن، تصدى لأكثر من تسديدة تقريبا من 4 إلى 5 تسديدات في بداية المباراة في أول 3 دقائق، أعطى الأفضلية لنادي التضامن بتسجيل أول هدف تسديدة وهذه المرة هدف. حاول أسامة عاشور أن يتصدى لتسديدة اللاعب الإيراني، اللاعب الإيراني أمير سلطاني، لاحظ الإعادة، نعم لمست الحارس أسامة عاشور ولكن الكرة تدخل داخل المرمى معلنة هدف التعادل. 1-1 واحد 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 خيطان واحد التضامن. الكرة مع التضامن، عايض الرشيدي تمريرة خاطئة من عايض الرشيدي وانفراد
هجمة سريعة وتصي. السلام عليك يا عاشور، يا سلام عليك يا أسامة يا عاشور. انفراد تام من إبراهيم البلوش، ولكن هذا الحارس المتميز، هذا الحارس المتميز، هذا هذا أسامة 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 عاشور، أسامة عاشور، أسامة عاشور، أحد الأسماء الجميلة في هذا الموسم، أحد الأسماء وأحد نجوم هذا الدوري صراحة. أسامة عاشور حارس نادي التضامن قدم أكثر من مباراة جميلة وممتعة، يكملها اليوم، يكملها إن شاء الله اليوم. نتمنى التوفيق لكل الحارسين. أيضا نادي خيطان يمتلكون حارس متميز أيضا، عبد الله البلوشي. خطأ، خطأ لصالح التضامن، وإشارة واضحة من الحكم خالد الفلشاوي بوجود اللعب السلبي. ثلاث تمريرات، عبد الله غسان، عايض الرشيدي، أيضا صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، تمريرة وتسديدة على ما أعتقد، نعم تمريرة وتسديدة، راح يسدد عايض الرشيدي على ما أعتقد، عايض يمرر إلى عبد الله غسان، ولكن أيضا صافرة وخطأ، مرر وسدد الآن، خلاص الآن هذا عبد الله غسان. حكم مباراة يطلب من لاعبي فريق خيطان بالابتعاد ثلاث أمتار، أيضا خطأ، أيضا خطأ، تمريرة وتسديدة، تمريرة وهدف، هدف 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 للتضامن، هدف للتضامن، جابر أياد، جابر أياد بتمريرة جميلة واستقلال لعدم الوقوف الصحيح، الوقوف الدفاعي أو التغطية الدفاعية من قبل نادي خيطان ليستقل تضامن هذا الوقوف الخاطئ، يسدد الهدف الثاني وهدف أيضا، أيضا هدف لخيطان، أيضا هدف لخيطان عن طريق اللاعب الإيراني سلطاني، أمير سلطاني، أمير سلطاني الإيراني، الهدف الثاني، 2-2 التضامن، 2 خيطان. أول 6 دقائق و30 ثانية عزيزي المشاهد، الكرة مع، الكرة مع التضامن، كرة مع التضامن، مبارك القديفي إلى حبيب عقيل إلى عبد الله غسان، مبارك القديفي مرة ثانية يسدد مبارك، ولكن هناك دفاع قوي من اللاعب الإيراني كامران أسد الله أمام مبارك القديفي، هذا مبارك القديفي لاعب سابق بنادي كاظمة الآن يلعب مع نادي التضامن، هذه اللي عادة، هذه اللي عادة، لاحظ دفاع قوي من كامران أسد الله للاعب مبارك القديفي، هذا كامران أسد الله الإيراني، اللاعب الإيراني كان محترفا بالسابق في الدوري العراقي، هذا الكابتن الكبير أيمن الألفي من الأسماء الكبيرة بلعبة كرة اليد المصرية والأفريقية. سالف الحكم مباراة عبد الله غسان ورمية جزاء، رمية جزاء، دفاع من داخل منطقة الستة أمتار بإشارة واضحة من الحكم عبد الله الفلشاوي، هذا المعز بن محفوظ مدرب نادي خيطان، هذه اللي عادة، نعم نعم، برافو 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 للحكم خالد الفلشاوي، القرار السليم من داخل منطقة الستة أمتار، عملية الدفاع بالتالي رمية جزاء، مبارك القديفي، مبارك تسديدة وترجع مرة ثانية، ويا سلام يا سلام على هذا التصدي، يا سلام على هذا التصدي من عثمان عبد القدوس، عثمان عبد القدوس على هذا التصدي، تصدي أول من رمية الجزائية وعملية الريباند والمتابعة، وأيضا تصدي جميل ورائع من الحارس عثمان عبد القدوس، ربنا يحفظ عيال عبد القدوس، أسماء كبيرة وعائلة رياضية ممتعة وجميلة، واستمتعنا فيها في نقول الزمن الجميل لعبة كرة اليد الكويتية، ربنا يحفظ الجميع، ربنا يحفظ الجميع. الكرة مع خيطان، كرة مع خيطان، أمير سلطاني يسدد وهدف، أمير سلطاني وهدف، هدف لي أمير سلطاني، هذا اللي عادة، هذا اللي عادة، والهدف اللي سجل عن طريق اللاعب أمير سلطاني تسديده، ولكن هناك صافرة وخطأ، صافرة من الحكم طلال الهران وخطأ،
كرة مع التضامن تسديده ولكن تصدي من عثمان عبد القدوس، ولكن هناك خطا ايضا على بارك القديفي، هجمه سريعه لخيطان، هجمه سريعه كمران اسد الله الى البلوشي وهدف، هدف يوسف البلوشي، هدف هدف ليوسف البلوشي، هدف ب عمليه الونتوث وعمليه الخداع، وبالتالي يسدد ويسجل الهدف الرابع. 4-2 4 خيطان 2 التضامن. كرة مع عبد الله غسان الى حبيب عقيل الى الرشيدي اللاعب رقم 23 عبد الرحمن الرشيدي، حبيب عقيل الى عايض الرشيدي راح يسدد يحاول، ولكن ايضا صافره وخطا، صافره وخطا لصالح التضامن. عايض الرشيدي ايضا دفاع من كامران اسد الله الايراني، كامران اسد الله الايراني يسدد عايض، ولكن تسديده عايض الرشيدي خارج المرمى، تسديده عايض الرشيدي هذه المره خارج المرمى، وهدف هدف هدف لعبد الله تشاولي، هدف لعبد الله تشاولي لاعب نادي خيطان اللاعب رقم 38 عبد الله تشاولي. عمليه الفاس بريك من عثمان عبد القدوس لي عبد الله تشاولي ليسدد ويسجل الهدف الخامس. 5-2 5 خيطان 2 التضامن، عبد الله غسان الى حبيب عقيل الى عبد الرحمن الرشيدي، وخطأ خطأ خطأ. كرة مع تضامن وتسديدة وهدف جميل، هدف جميل هدف جميل هدف جميل لمبارك القديفي، وتمريرة جميلة من حبيب عقيل إلى مبارك القديفي لسجل هدف جميل في الزاوية البعيدة على الحارس وتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث. ترجع كرة التضامن بعد تصدي الحارس سامع عاشور، كرة مع حبيب عقيل إلى الجناح جابر أياد، خطأ ورمية حرة، خطأ ورمية حرة لصالح التضامن. الكرة مع التضامن، كرة مع التضامن حاول التضامن يسدد، عبد الله غسان يسدد ولكن تصدي من عثمان عبد القدوس. ترجع الكرة مرة ثانية، ترجع الكرة مرة ثانية لخيطان سلطاني، أمير سلطاني إلى البلوشي، ولكن أيضا تقطع الكرة، هجمة سريعة عبد الله غسان التضامن، الكرة مع عبد الله غسان إلى جابر أياد وهدف، جابر أياد وهدف، هدف هدف للتضامن، هدف للتضامن عن طريق اللاعب جابر أياد. هذه الإعادة هذه الإعادة هذه الإعادة والهدف اللي سجل عن طريق اللاعب جابر أياد، واعتذار من أسامة عاشور للتمريرة الخاطئة لترجع الكرة مرة ثانية لخيطان. كرة مع خيطان، كرة مع خيطان البلوشي يوسف إلى الحداد، إلى يوسف البلوشي، إلى سالم البلوشي، يرجع الكرة مرة ثانية يحاول وهدف يوسف البلوشي، يوسف البلوشي وهدف، هدف لي يوسف البلوشي، هذا يوسف البلوشي، هذا يوسف البلوشي، لاحظ الاختراق لي يوسف البلوشي لدفاع التضامن ليسدد ويسجل الهدف الكرة مع التضامن، كرة مع التضامن
القديفي مبارك، كرة مع مبارك القديفي، تسديدة ولكن هناك صافرة، هناك صافر قبل عملية التسديد، صافرة وخطأ لصالح التضامن، خطأ لصالح التضامن، يحاول حبيب عقيل يمرر لمبارك وهدف، هدف هدف لمبارك، برافو. كرة لي خيطان، هدف الخامس، 6-5 خيطان 5 التضامن، 6 خيطان 5 التضامن، بعد ما كان الخيطان هو المتقدم بالنتيجة بفارق 4 أهداف أصبح الفارق الآن هدف وإحنا في منتصف الشوط الأول. الكرة مع خيطان، الحداد يوسف يسدد ولكن صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، وإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على عايض الرشيدي، إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على عايض الرشيدي. هذا الإعادة، هذا الإعادة والخطأ اللي وقع فيه اللاعب، هذا عايض الرشيدي والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين بجانب مساعد المدرب الكابتن محمد حجرف العتيبي. كرة مع خيطان وتسديدة ولكن أسامة، أسامة يا أسامة يا عاشور، على هذا الإبداع بعملية التصدي لتسديدة اللاعب الإيراني المحترف الإيراني كامران أسد الله، ولكن أسامة عاشور يتصدى لهذه التسديدة بكل جمالية وبكل إبداع، بسم الله ما شاء الله. هذا كامران أسد الله، هذا كامران أسد الله المحترف الإيراني، خطأ، خطأ على مبارك القديفي والمرمى فاضي وهدف، هدف هدف، استقل خيطان، خروج الحارس والخطأ الفني وقع فيه اللاعب يوسف القديفي بعد أن لمست الكرة ساق اللاعب لتنتقل إلى نادي خيطان ليصوب المرمى مباشرة، عبد الله تشاولي ليسجل الهدف السابع، 7-5 خيطان 5 التضامن، هذا عبد الله تشاولي صاحب الهدف الأخير لسجل. الهدف السابع، 7 خيطان 5 التضامن. المرمى فاضي كما نشاهد أمام أعزائي المشاهدين، أن المرمى الآن فاضي، امتي جول. الكرة مع حبيب عقيل إلى عبد الله غسان، يحاول ولكن دفاع قوي من كامران أسد الله المحترف الإيراني. طبعا نحيي كل من يشاهدنا خلف هذه الشاشة، نقول لهم تقبل الله أعمالكم إن شاء الله يا رب، ربنا يعود عليك وعلينا إن شاء الله في الخير والصحة والعافية هذا العام وكل عام إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مع الأيام الأخيرة لشهر مبارك الفضيل، نتمنى الخير للجميع إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله في عيد الفطر السعيد. الكرة مع خيطان، تمريرة إلى الحداد، إلى الجناح، إلى الجناح الموسوي علي وهدف، علي الموسوي وهدف، علي الموسوي وهدف، هدف لخيطان عن طريق لاعب الجناح بتمريرة من يوسف الحداد إلى علي الموسوي اللي سدد ويسجل الهدف الثامن. الكرة مع تضامن، تقدم خيطان بنتيجة 8-5. كرة مع خيط تضامن، يحاول مبارك القديفي، إلى الرشيد عايض، إلى حبيب عقيل، إلى مبارك، إلى عايض وهدف، عايض الرشيدي وهدف، وهدف لعايض الرشيدي، هدف جميل واختراق قوي لهذا اللاعب عايض الرشيدي. وهناك إصابة ليوسف حداد، هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، احتكاك ما بين مبارك القديفي ويوسف الحداد. طبعا لعبة كرة اليد كما هو معروف أعزائي المشاهدين أن لعبة القوة الجسمانية تعتمد على نقول الاحتكاك
ما بين اللاعبين، فبالتالي الإصابات أو وقوع اللاعب داخل أرضية الملعب ممكن حصل فيها مثل هذه الإصابات البسيطة. إن شاء الله إن شاء الله يقوم بالسلامة مبارك قديفي ويوسف الحداد، أتمنى لهم سلامة لكل اللاعبين، إن شاء الله يقوم بالسلامة. هذا الحارس المتميز صراحة أسامة عاشور، هذه بعض اللقطات وتصديات الحارس يوسف عاشور، أو عفوا أسامة عاشور، أسامة عاشور، أسامة عاشور، لاحظ هذا التصدي من عملية الانفراد لعلي الموسى وفي بداية المباراة، أيضا هذا التصدي من أسامة عاشور بكل بسالة وشجاعة صراحة هذا الحارس. استأنف الحكم المباراة، هذا أسامة عاشور أحد نجوم الشوط الأول حارس نادي التضامن، استأنف الحكم المباراة. استأنف الحكم المباراة، كرة مع خيطان يوسف إلى البلوشي مرة ثانية، يوسف البلوشي إلى كامران أسد الله يحاول تسديده وهدف أمير سلطاني، أمير سلطاني وهدف، هدف لي أمير سلطاني، هدف لي أمير سلطاني، هذه الإعادة وعملية الاختراق والخداع ليسدد ويسجل الهدف التاسع. 9-6 عايض الرشيدي، عبد الله غسان، حبيب عقيل راح يسدد، يسدد حبيب عقيل ولكن تسديدة حبيب عقيل خارج المرمى، ترجع الكرة إلى خيطان، عثمان عبد القدوس إلى هذا كمران أسد الله إلى أمير سلطاني لعلي الموسوي وهدف، علي الموسوي وهدف، هدف 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 لعلي الموسوي، هدف لعلي الموسوي، هذه الإعادة، هذه الإعادة وتسديدة هذه الإعادة لتسديدة علي الموسوي ليسدد ويسجل الهدف العاشر. 10-6 تسعى الفارق مرة أخرى عزيزي المشاهد إلى 4 أهداف، 10 خيطان 6 تضامن. الكرة مع عايض الرشيدي لعبد الله غسان إلى حبيب عقيل، يسدد حبيب ولكن تصدي من عثمان عبد القدوس، برافو برافو عثمان عبد القدوس يتصدى لهذه التسديدة، هل سيوسع الفارق، هل سيوسع الفارق خيطان بهذه الهجمة، هذا ما سنتابع. كامران أسد الله الإيراني، كامران ولكن دفاع قوي من عبد الله غسان، دفاع قوي من عبد الله غسان، كرة مع خيطان، سلطان يمير راح يسدد ويسدد ولكن هناك أيضا صافرة، هناك أيضا صافرة وخطأ لصالح نادي خيطان، لعب سلبي، شارة واضحة من حكم المباراة، كامران وهدف، كامران أسد الله وهدف، هدف لي كامران أسد الله المحترف الإيراني لفريق خيطان ليسجل الهدف 11، ووقت مستقطع، وقت مستقطع يطلبه الكابتن أيمن الألفي مدرب نادي التضامن، هذا الكابتن المعز بن محفوظ التونسي. مباراة اليوم يعني نقول مباراة تعتمد على المدرسة الأفريقية من المدرب أيمن الألفي المدرب المصري والمدرب التونسي المعز بن محفوظ وإرشاداتهم للاعبينهم. تضامن قدم صراحة مستوى جميل ورائع في الأسبوع الماضي أمام القادسية واللي
يعني نقول عمل مفاجئ في الشوط الأول من خلال تقدم مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف، ولكن خبرة لاعبي نادي القادسية في الشوط الثاني رجعوا للمباراة وتفوق على خيطان بفارق 10 أهداف. بالتالي أداء جميل وممتع تضامن قدمه في الأسبوع الماضي. نتمنى التوفيق لكل أنديتنا بهذا الموسم. استأنف الحكم المباراة بعد انتهاء الوقت، الوقت المستقطع اللي طلب الكابتن أيمن الألفي، هذا يوسف الحداد لاعب خيطان لاعب نادي كاظم السابق. الكرة معه، عايض تسديده وهدف، عايض الرشيدي وهدف، هدف لي عايض الرشيدي، هدف لي عايض الرشيدي، هذا الإعادة وتسديده من الثبات لعايض الرشيدي اللي سدد ويسجل الهدف السابع. 11-7 خيطان 7 التضامن. الكرة مع خيطان سلطاني وهدف، هدف 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 لي أمير سلطاني، هدف لي أمير سلطاني لاعب أو المحترف أيضا الإيراني لنادي خيطان. الكرة معه، التضامن، عبد الله غسان إلى حبيب عقيل، عبد الله غسان مبارك القديفي إلى حبيب مرة ثانية إلى لاعب الدائرة عبد الرحمن الرشيدي وهدف، عبد الرحمن الرشيدي وهدف، هدف لي التضامن عن طريق اللاعب لاعب الدائرة بتمريرة جميلة من حبيب عقيل إلى عبد الرحمن الرشيدي اللي يسدد ويسجل الهدف الثامن، لتصبح النتيجة 2-12-8 وآخر 7.5 على انتهاء الشوط الأول. خطأ على يوسف البلوشي، خطأ على يوسف البلوشي، تلعب سريعة جابر عياد حبيب عقيل، الكرة مع التضامن حبيب عقيل، كرة مع حبيب عقيل لعبد الله غسان مبارك القديفي إلى يوسف صالح مرة ثانية عبد الله غسان وهدف جميل، هدف جميل، هدف جميل لعبد الله غسان، هدف جميل لعبد الله غسان، الهدف التاسع وخطأ، خطأ على أمير عباسي، تمريرة وأيضا تقطع، أيضا تقطع الكرة، أو أمير سلطاني، أمير عباس سلطاني، يوسف بلوشي وهدف، هدف بتمريرة خاطئة من فريق نادي التضامن ليستقل خيطان هذا الخطأ ليسجل عن طريق يوسف بلوشي. هذا يوسف بلوشي اختراق قوي لدفاع التضامن ليسدد ويسجل الهدف 13-9 خيطان 9 التضامن. حبيب عقيل الى عبد الله غسان مبارك القديفي، عبد الله غسان مره ثانيه الى مبارك الى حبيب عقيل الى مبارك القديفي، راح يسدد ويمرر الى تسديده من حبيب عقيل، ولكن تصدي من عثمان عبد القدوس، ولكن تسديده ايضا عثمان القدوس من المرمى الى المرمى خارج المرمى. كان يريد أن يستقل عدم وجود حارس داخل أرضية الملعب، وهذا الحارس عثمان عبد القدوس، هذا الكابتن المعز بن محفوظ المدرب التونسي لفريق نادي خيطان. هذه الإعادة تسديدة حبيب عقيل، ولاحظ أن المرمى فاضي، حاول أن يسدد داخل المرمى ولكن الكرة تخرج خارج المرمى. الكرة معه، كرة مع التضامن، مبارك القديفي يسدد، يا سلام يا سلام يا مبارك يا القديفي،
يا سلام عليك يا مبارك يا القديفي على هذا الهدف، هدف جميل، هدف جميل وسجل، هدف جميل وسجل عن طريق اللاعب بدر او مبارك القديفي، عفوا مبارك القديفي، ووقت مستقطع هذا الهدف، هذا الهدف الارتقاء من 9 متر على يسار الحارس عثمان عبد القدوس. بسم الله ما شاء الله، برافو 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 يا عثمان، او برافو لي عفوا لمبارك القديفي على هذا الهدف. وقت مستقطع يطلبه الكابتن المعز بن محفوظ. مباراة لحد الآن متقاربة المستوى وأيضا متقاربة النتيجة. بعض إرشادات المدرب المعز بن محفوظ لي أحمد عبد القدوس لاعب الدائرة. انتهى الوقت المستقطع، انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن المعز بن محفوظ بآخر 4:40 على انتهاء الشوط الأول. عزيزي المشاهد، الكرة مع خيطان يوسف بلوشي، كامران أسد الله، عبد الله تشاولي إلى يوسف البلوشي مرة ثانية إلى كامران أسد الله، وهدف، هدف، هدف جميل، هدف جميل. وعملية التمويه والخداع وعملية الإمبريلا والمروحة، لاحظ عملية المروحة للاعب كامران أسد الله ليسدد ويسجل الهدف 14. كرة مع مبارك القديفي، تضامن لكن دفاع قوي من الإيراني كامران أسد الله. تسديدة وهدف عبد الله غسان، وهدف، هدف لي عبد الله غسان، هدف لي عبد الله غسان. لاحظ عملية تسليم والاستلام ما بينه وبين اللاعب عايض الرشيدي، تذهب لعبد الله غسان ليسدد ويسجل الهدف 11. وخطأ، خطأ لصالح، خطأ لصالح الفريق الإيراني، أو عفوا للمحترف الإيراني كامران أسد الله. لاحظ عملية الإعاقة من قبل عايض الرشيدي، هل هناك عقوبة، هل هناك عقوبة على اللاعب عايض الرشيدي؟ هذا ما سنتابعه من خلال رجوع الفي بي اس من قبل خالد الفلتشاوي وطلال الهران. إعادة اللقطة والتأكد من اللقطة حتى يكون القرار سليم. هذه الإعادة، هذه الإعادة، وهذه الإعاقة من قبل عايض الرشيدي، هل هناك عقوبة، هل هناك عقوبة ستتخذ بحق عايض الرشيدي أم حط ايده بجيبه خالد الفلتشاوي؟ راح يطلع الكرت الاحمر على ما اعتقد، هل هناك كرت احمر او ايقاف في مده دقيقتين؟ دقيقتين، 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 ايقاف المؤقت لمده دقيقتين على اللاعب عايض الرشيدي. خلاص يا عايض، خلاص، حكم المباراه اعطى قراره، وبالتالي نحترم قرار حكم المباراه خالد الفلتشاوي بالإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين. هذا كامران أسد الله مع الخصائص، العلاج الطبيعي كيران. بنية جسمانية بسم الله ما شاء الله. وهذا عايض الرشيدي لاعب نادي التضامن. هذا كامران أسد الله، آخر 2:20 أو 3:20 عفوا، 3:20 على انتهاء الشوط الأول. عزيزي المشاهد، يوسف البلوشي إلى عبد الله تشاولي، وهدف عبد الله تشاولي، وهدف، هدف، هدف ليه خيطان عن طريق اللاعب عبد الله تشاولي بتمريرة جميلة من يوسف البلوشي، والهدف
ال 11 15 11 15 خيطان 11 التضامن ونقص عددي لفريق التضامن والمرمى فاضي. حبيب عقيل عبد الله غسان يسدد عبد الله ولكن لا يوجد اي خطا. تسديده من الحارس وهو سهمه اسامه عاشور يسجل هدف في مرماه. اسامه عاشور حاول ان يبعد الكره من مرماه ولكن الكره تدخل داخل المرمى. هذا يقول لك بمساعده صديق، هذا اللي يقول لك بمساعده صديق. تسديده عثمان عبد القدوس من المرمى الى المرمى وبمساعده الحارس أسامة عاشور ليسجل خيطان الهدف 16 16 11. حبيب عقيل مبارك للديفي مبارك ولكن هناك صافرة وخطأ ورمية حرة، خطأ ورمية حرة آخر دقيقة و 40 ثانية، دقيقة واربعين ثانية على انتهاء الشوط الأول. عزيزي المشاهد عبد الله غسان مبارك القديفي مبارك، يا سلام يا سلام يا سلام يا مبارك القديفي، يا سلام عليك يا مبارك القديفي على هذا المجهود والجميل صراحة. الحداد يسدد وأيضا هدف، هدف ليوسف الحداد ولكن الهدف الجميل الذي سجل عن طريق اللاعب مبارك القديفي عملية الخداع وهذا هدف يوسف الحداد لاعب نادي خيطان. كرة مع التضامن صافرة صافرة صافرة، هل هناك خطأ؟ راح نشوف الإعادة، هذا الإعادة هذا الإعادة. أيضا مبارك القديفي سدد سدد وتزيد مبارك القديفي بانتظار قرار حكم المباراة. هل هناك عقوبة على اللاعب؟ لا لا توجد أي عقوبة، لا أعتقد أن في عقوبة. حكم مباراة طلال هران يتأكد من اللقطة، هل التسديدة كانت في وجه الحارس؟ الحكم طلال هران، هذه الإعادة هذه الإعادة هذه الإعادة. سدد ما أعتقد في وجه الحارس، ما أعتقد في وجه الحارس. الكرة ارتطمت في صدر الحارس ومن ثم إلى الوجه، من الصدر إلى الوجه ولم تكن مباشرة في وجه الحارس. هذه الإعادة، واضح اللقطة واضح اللقطة واضحة اللقطة عزيزي المشاهد. بانتظار قرار حكم المباراة، دقيقتين دقيقتين على الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على الحارس عثمان عبد القدوس بسبب عملية التمثيل والخداع لحكم المباراة، وبالتالي حكم المباراة يعطي الإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على عثمان عبد القدوس. خطأ لمدة دقيقتين أو إيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على عثمان القدوس بسبب عملية التمثيل للتسديدة الأخيرة. نزول عبد الله البلوشي، عبد الله عبد الرزاق بلوشي مكان الحارس عثمان عبد القدوس. كرة عن مبارك القديفي الى عايض الرشيدي راح يسدد ولكن حائط صد من فريق خيطان، ترجع الكرة مرة ثانية لاعب رقم 7 يحاول يوسف صالح وهدف هدف هدف ليوسف صالح، هدف هدف جميل ليوسف صالح بتمريرة جميلة وماكرة من حبيب عقيل ليوسف صالح الجناح الأيمن لفريق نادي التضامن ليسدد ويسجل الهدف 13. نص دقيقة الأخيرة، آخر نص دقيقة. ناصر العنزي، نزول ناصر العنزي الآن. حداد إلى البلوشي، ناصر العنزي إلى الجناح تشاولي وهدف، هدف جميل من الجناح إلى الجناح بتمريرة جميلة من ناصر العنزي إلى عبد الله تشاولي ليسدد ويسجل الهدف 18. آخر ثانية، خلاص أعزائي المشاهدين أطلقت الصافرة بانتهاء الشوط الأول بتقدم خيطان على التضامن بنتيجة 18
13 إلى الاستديو التحليلي، ولن نعود بعد هذا الاستديو التحليلي إن شاء الله. فإلى اللقاء. شكرا للزميل محمد شكري، شكرا ابو جاسم. اذا شوط اول خيطان يتقدم على التضامن 18-13، فارق 5 اهداف. البدايه كانت الافضليه لفريق التضامن وتالق واضح لاسامه عاشور في البدايه اللي في حراسه مرمى التضامن، واعطى افضليه للتضامن في التقدم، لكن سرعان ما عاد خيطان وعدل صفوفه وعاد في النتيجه. كباتن بنشوف معاكم كم لقطه مجهزينهم. طلال بلش بلقطات، يلا ناخذ اول لقطه. هذه اللقطه اللي الحكام طبعا رجعوا فيها للفي بي اس، وتم عقوبه لاعب بدقيقتين. فابو عبد الله، هل من وجهه نظرك فاول عادي؟ فاول عادي ولا إيه؟ ما في دقيقتين؟ لا ما في، ما اعتقد انه استحق الدقيقتين. طق اللي طيح لاخر شيء. لا خوف التحام، هذه كره يد مو يعني مو لعبه ثانيه، مو طائره ولا سله يعني فيها التحام، بس هذه كره يد دفاع عادي، ولكن يمكن تقدير الحكم راحوا ما راحوا شافوها في البي اس. يعني شوف دفاع عادي مقابله عاديه. هو يقول لان بالهواء فاختل توازن اللاعب فادى الى سقوط اللاعب، فهني وليد يعني يحتاج هو صح هو صح هو الكلام بس القانون الجديد اي بس صح ترى ممكن شوف الحين صار بالهواء، فلما اختل توازنه ممكن يتعرض حق اصابه يعني. طح. انا اقول لك يمكن يمكن يعول على ان الدفاع اخر شيء هو بالهواء، بس لكن دفاع مقابله عاديه ما اشوف يعني انت رايك ما فيها شيء؟ انا لا ما فيها شيء، فاول عادي. دقيقتين ضد بعض ما يخالف رايك شوف هني الدزه هذه لاخر شيء اي طيح يعني لو وتعور لاعب يعني ادت الى اصابه مقابله قابله عاد انا اشوف رايي الشخصي هو لان ايده ردت وايد فهو هذه شوف الحين اذا راح يسار الحين شوف يسار مع الدزه هذه اليد شوف اليد الحين مقابله بعد الحين دزه شوف هذه اختل توازن اطها فاول عادي فاول عادي فاول عادي وليد دقيقتين يقول اوكي زين ايقاف 6 مباريات تشيل شباب اللقطة الثانية اللقطة هذا الهدف الحلو شوف اسامة داش من برا بدل لا يطلعها برا حطها في الجول يعني اسامة مقدم طبعا مستوى زين امانة مو بس هالمباراة كل المباريات يعني صراحة هو طاقها برا احنا كل مرة نقول عبد الله عبد الرزاق البوشي طقها برا طقها برا ليش طقها على الجول يعني انت خليت تروح ذاك الصوب احنا دائما نشيد خاصة مع خيطان نقول عبد الله عبد الرزاق بلوشي وهو شوف يعني مو مختل توازنه يعني ولا 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 يعني مرتاح كان يقدر يمسكها بعد يقدر يمسكها شوف يقدر يمسكها بس ما يبي يمسكها ويدش فيها اي هو ردة الفعل انه كان برا وما يبي يدش داخل الستة فممكن عموما يعني نجم الشوط الاول صراحة اسامة عاشور نجم الشوط الاول باقتدار زين في لقطة بعد اللي هي اعتقد اللي هل حاشت وجهه هني ولا بصدره؟ كتفه. كنا راحت على الصدر والوجه ولا طقت كتفه إيه بس إيه؟ عقبها شوف عقب الصدر شوف وين راحت؟ اي ما عليه ارتدت على وجهه عقب الصدر راحت وين؟ على وجهه حلو نعم. يعني حاشت وجهه عقب الصدر نعم صحيح اوكي خلينا نتفق على هالجزئيه عشان بسال سؤال ثاني عليها اوكي يعني الحين ما حاشت وجهه خالد لا صدره وعدل صدره وجهه يعني ويها. حاشت وجهه عقب صدره صح نعم زين هني يعني الكرة راحت يعني أصيب على وجهه فطاح الحارس. الحكام راحوا حق الفي بي اس، القرار اللي صار عليها انه دقيقتين تمثيل على الحارس ورمي الجزاء، هل فيها تمثيل؟ لا يعني إصابة بالنسبة حق الحارس طقت وجهه الكرة. فما أتوقع انه فيها تمثيل، يعني أصيب يعني ايش بيسوي؟
يوقف وهو مصاب اكيد بيطيح اصابه، يعني اكيد ممكن سبب له يعني جرح في على فراطنه او لفته من داخل، اصابه عاديه يعني طاح اللاعب. فبعد رجوع الحكم حق الفار يعني دقيقتين ما اعتقد انه يستحقها، ما يستحق اليوم كنا ضد الحكام اليوم انا لا لا رايك وبالنهايه لا وقاعد اقول لك كان هي لقطات هي نحطها احنا، ما احنا ضد الحكام ولا ما فيها شيء، لا ما فيها شيء، حالات تحكيميه نناقشها فقط. لا انا اشوفه قرار ظالم يعني ظلم هذا، ممكن صح ممكن نتاثر من الكره وطاحنا، بس لان الحكم اعطاه دقيقتين لان اللعب ماشي، الكره ما وقفت مثلا ما طلعت اوت ولا لان اللعب ماشي فاعطانا تعطيل لعب فاعطى دقيقتين، فانا اشوفه لا قرار ظالم المفروض انه اوكي. طلال فيه بعد ولا بس؟ اوكي شكرا شباب يعطيكم العافيه، سكر الصوت بس. شوف ما فيها شيء. اوكي لا خلصنا من الحالات، عطني الشوط الاول. الشوط الاول طبعا احنا يمكن من بدايه المباراه اول قال كابتن خالد بخصوص هل في نديه او ما نديه، قال ان هي حصه تدريبيه بالنسبه حق الفريقين. بالفعل شفنا هذا الامر بس التمرين بدا زين، بدا زين لان قلنا لك ببدايه خمس كرات ورا بعض شالها اسامه، قلنا لك قبل اللي راح يستفيد من هذه المباراه او من قبل لا نبدا في المباراه قلنا راح يستفيد الاول يوم هو نادي التضامن لوضع توليفه افضل تشكيله بالنسبه حق التضامن حق بعدين. وبالفعل قاعد يحاول انه يثبت على قدر الامكانيات الموجوده عنده العطاء في الشوط الاول، ولكن خيطان قاعد يسير المباراه على كيفه لانه كان اكثر خبره والامكانيات الموجوده عنده اعلى من التضامن، لذلك سير المباراه على ما هو يبي نادي الخيطان وقاعد يجرب اللاعبين، ولكن نادي التضامن هو المستفيد الاكثر بحيث انه قاعد يحط شنو قصدك بالمستفيد يعني؟ لأنه قاعد نادي التضامن قاعد يحاول انه يدخل اللاعبين في جو المنافسه، جو التنافس، ما قاعد يقابل فرق قويه قاعد يعني يهزم فيها فرق كبير، ولكن اليوم قصدك انه يعني انت مستفيد لانه بيلعب فريق على الاقل قريب من مستواه وبالتالي قاعد يقدم يعني وقاعد يقدم اكثر افضل عناصر اللي عنده وقاعد يحاول كثر ما يقدر يسوي التوليفه ما بين هاللاعبين التشكيله هذه. نادي التضامن هو المستفيد الاكبر في هذه المباراه، ونادي خيطان قاعد يلعب بأريحية وفي بعض وقاعد يسير مباراة ودريع ذلك تشكيل قاعد يلعب فيها قاعد يبدل في تشكيلة على حسب ما يراه المدرب بالنسبة حق نادي الخيطان، ولكن المستفيد الأكبر نادي الخيطان في هذه المباراة. زين خالد قرأت في الشوط الأول بالإضافة إلى إذا تكلمنا على فريق خيطان عنده أفضلية وجود المحترفين الاثنين من المحترفين المميزين وأعتقد مشكلين يعني دور هجومي كبير ومعطينا أفضلية لفريق خيطان. الشوط الاول عبد الله دائما نشوف نادي التضامن كل يعني اغلب مبارياته ما نقول كل اغلب مبارياته يبدي بدايه ممتازه، يعني مع برقان مع القادسيه الحين مع خيطان بغض النظر عن النتيجه، يعني مع برقان مثلا خلينا نقول تفوق على برقان 11-9 فارق هدفين بدايه الشوط الاول، مع القادسيه تقدم الحين قاعد اليوم تقدم فالشوط الاول قاعد يقدم دائما مستوى جيد في الشوط الاول، الشوط الثاني ممكن يكون تراجع المستوى لاسباب فنيه كثيره، ممكن يكون المجهود البدني يعني اللياقه ما تكون تسعف يعني انه يكمل الشوط الثاني، الخبره، عدم وجود محترفين. هذه نقطه مهمه، لو يعني اليوم لو في على الاقل محترف واحد محترفين في التضامن يمكن ممكن يعمل فارق معاه يعني خاصه في شكل الهجوم. صحيح انا يعني بعد المستويات اللي شفناها اللي قدمها نادي التضامن خلينا نقول بالاشواط الاولى لو في محترف او محترفين ممكن كان يروح لابعد من كذي، احنا ما نقول ما ممكن انه ينافس ولكن يقدم مستوى فني ممتاز مع الفرق اللي هي نفس مستوى او تتفوق عليه بشكل بسيط، بس انه يعني برافو للكابتن ايمن الالفي قاعد نشوفه يعني تجهيزه حق المباريات وحق الفريق بال 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 بالمجموعه اللي موجوده انا اشوفها شغل يعني يشكر عليه والفريق قاعد يؤدي مباريات ممتازه. اوكي باختصار وبشكل سريع درى الشوط الثاني استمراريه حق خيطان في السيطره على المباراه وتسجيل المباراه، ولكن النظام راح يؤدي يعني حسب المعطيات اللي عنده وحسب الاوراق اللي عنده، ولكن ما راح يعني يتفوق على نادي خيطان، هذا وجهه نظري يعني. شكرا ابو عبد الله، شكرا خالد. اذا مشاهدينا اذكر الشوط الاول خيطان 18 والتضامن 13 فارق 5 اهداف لنادي خيطان، وراح ارجع مره ثانيه بالصوت والصوره للاخ العزيز والكابتن محمد شكري، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، كل الشكر لزميلي عبد الله حسين الكابتن عبد الله حسين، وضيوف الكرام بالكباتن خالد حسين والكابتن وليد عايش، كباتن الزمن الجميل للعبة كرة اليد الكويتية. هذا محمد شكري، حيكم أجمل تحية مرة أخرى من صالة شيخ سعد العبد الله صباح رحمة الله عليه للألعاب الرياضية في منطقة صباح السالم. ننقل لكم وصفا تفصيليا للمباراة المقامة أمامكم لتشاهدونها ما بين فريقي خيطان والتضامن، واللي انتهى الشوط الأول بتقدم خيطان على التضامن بنتيجة 18-13. وهذه صورة حكام وابتسامتهم، ربنا ندوم عليكم إن شاء الله الابتسامة اليوم وكل يوم. أيضا الكابتن حارس نادي خيطان عبد الله البلوشي، الابتسامة إن شاء الله لا تفارق محياكم إن شاء الله وجميع من يشاهدنا خلف هذه الشاشة، أتمنى لهم السعادة الدائمة إن شاء الله. بانتظار صافرة حكم المباراة، هذا ناصر العنزي، ناصر سائر العنزي، عبد الله تشاولي، بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة. والكرة مع فريق نادي خيطان في اللون الأحمر، بعد ما كانت أو بداية الإرسال في الشوط الأول مع فريق التضامن، الآن مع فريق خيطان. كرة مع خيطان، دشتي، هذا عزيز دشتي، نزول عبد الله، عزيز دشتي مكان يوسف البلوشي، إلى البلوشي رقم 4 إبراهيم بلوشي، تسديدة وهدف، هدف من عزيز دشتي، هدف من تسديدة عزيز دشتي، عبد العزيز دشتي، عبد العزيز دشتي، وهدف مفاجئ وتسديدة مفاجئة من عبد العزيز دشتي على الحارس أسامة عاشور ليسدد ويسجل الهدف، أول هدف في الشوط الثاني، هدف 19. عبد الله غسان يسدد، أيضا هدف، هدف لعبد الله غسان، هدف للتضامن، هدف لخيطان في أول دقيقة من بداية المباراة بشوطها الثاني. 19 خيطان، 14 التضامن في أول دقيقة و 20 ثانية تقريبا. عزيزي المشاهد، كمران أسد الله إلى عبد العزيز دشتي، إلى سالم البلوشي، إلى أمير سلطاني، كمران أسد الله، طريقة الدفاع 4-2، هل ينجح خيطان، هل ينجح التضامن بهذه الطريقة الدفاعية بإيقاف خطورة نادي خيطان، وتسديدة وهدف، هدف 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 وإيقاف مؤقت. هل هناك عقوبة، هل هناك عقوبة على اللاعب رقم 7؟ هذا الجهاد الإعادة، تمريرة عبد العزيز دشتي، هل هناك عقوبة؟ ولكن هدف سجل بطريقة جميلة، هدف سجل بطريقة جميلة للاعب ناصر العنزي الجناح الأيمن لفريق نادي خيطان، والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب رقم 7، اللاعب رقم 7 ناصر آرتي، أو الكرت الأحمر، كرت الأحمر، الكرت الأحمر، نعم كرت الأحمر، الكرت الأحمر على ناصر آرتي، بعد ما رأى الحكم من هناك ممكن تكون فيها عملية تعمد من قبل اللاعب ناصر آرتي بإعاقة الجناح الأيمن لفريق خيطان ناصر العنزي. يتخذ القرار حكم مباراة خالد الفلشاوي وطلال هران بالكرت الأحمر، وخروج اللاعب ناصر آرتي، خلاص لن يشارك. نعم التضامن الآن ناقص عدد لمدة دقيقتين ويكتمل بعد دقيقتين، ولكن ناصر آرتي لن يرجع للمباراة مرة أخرى بسبب حصوله على الكرت الأحمر. الكرة مع عايض الرشيدي، وهدف، هدف، هدف لعايض الرشيدي، هدف لعايض الرشيدي، هدف للتضامن، ترجع الكرة، هذا ناصر آرتي من المدرجات، وهدف أيضا، هدف، هدف لأمير سلطاني، هدف للمحترف الإيراني، المحترف الإيراني بنادي خيطان. هذه الإعادة، لاحظ الارتقاء من 9 متر والتصويب القوي على يمين الحارس أسامة عاشور. الكرة مع التضامن، مبارك بديفي، عبد الله غسان إلى عايض الرشيدي،
جابر اياد الى عايض الى مبارك الديفي يوسف صالح وهدف جميل. برافو برافو يا يوسف يا صالح، برافو يا يوسف يا صالح على هذا الهدف. برافو برافو للجناح الايمن وسلامات لمبارك الديفي. هذه الإعادة والتسديدة الجميلة والمتقنة من يوسف ناصر بتمريرة جميلة أيضا من مبارك الديفي، والهدف هدف هدف لتضامن، هدف جميل يسجل عن طريق هذا اللاعب. تشاهدون أمامكم يوسف صالح، هدف جميل ليوسف صالح الجناح الأيمن، تسديدة من عزيز ولكن هذه المرة تسديدة عزيز دشتي خارج المرمى. فهد عيدان، عايض الرشيدي، عبد الله غسان، كرة مع التضامن إلى حبيب عقيل إلى عبد الرحمن، ولكن خطأ لصالح. التضامن بعد أن لمست الكرة ساق لاعب نادي خيطان، وبالتالي تنتقل الكرة إلى التضامن برمية حرة رمية 9 أمتار. هذا عبد الرحمن الرشيدي لاعب الدائرة، عبد الله غسان، حبيب عقيل، عبد الله غسان مرة ثانية إلى عايض الرشيدي إلى عبد الله غسان إلى مبار أو حبيب عقيل، تمريرة ولكن تمريرة خاطئة وتقطع. هجمة سريعة هجمة سريعة وانفراد سلطاني. يا سلام يا فهد العيدان، يا سلام عليك يا فهد يا العيدان. هذا الحارس فهد العيدان، هذا الإعادة لاحظ المهاجم أو المحترف الإيراني، وانفراد تام من المحترف الإيراني. أمير سلطاني يسدد ولكن بسالة اللاعب أو الحارس فهد عيدان منع خيطان من تسجيل الهدف 22 لتنتقل الكرة إلى التضامن. كرة مع التضامن مبارك الديفي، عبد الله غسان، عبد الله وتسديده ولكن تصدي من عثمان عبد القدوس، وهجمة سريعة وانفراد ناصر وهدف العنزي. ناصر 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 العنزي، ناصر العنزي الجناح الأيمن، وعملية التسديد هذه الإعادة والتصدي من عثمان عبد القدوس وعملية الفاست بريك. برافو يا عثمان إلى ناصر العنزي، عملية الطيران والتصويب الموفق لهذا اللاعب ناصر العنزي ليسجل الهدف ال 22 22 22 خيطان 16 التضامن. صافرة وخطأ، خطأ لصالح التضامن ووقت مستقطع، وقت مستقطع يطلبها الكابتن أيمن الألفي المدير الفني لنادي التضامن. وقت مستقطع يطلبها الكابتن أيمن الألفي مدرب نادي التضامن. الكابتن أيمن الألفي وبجانب الكابتن محمد حجرف العتيبي وهذا المعز بن محفوظ، ايضا بجوار الكابتن بشار البلوشي وإدارة الفريق الكابتن مشعل الوهيبي. اشادات ايمن الالفي لي كابتن ايمن الالفي لي لاعبي نادي التضامن. طبعا إدارة نادي التضامن الكابتن ايضا بسام الشمري، الأسماء صراحة اللي تعمل بكل جهد وأعطاء كل جهده لهذا الفريق على حسب الإمكانيات الموجودة لدى نادي التضامن، ولكن الأداء الإداري اللي قاعد يتمتع فيه الكابتن بسام الشمري مدرب أو نقول إداري نادي التضامن لابد أن نشيد فيه بهذا الإداري لنادي التضامن، داري متميز حسب الإمكانيات المتوفرة لديه يعطي كل مجهوده لصالح الفريق. وخطأ ورمية جزاء، خطأ ورمية جزاء لصالح التضامن عن طريق اللاعب عبد الله غسان. هذه الإعادة هذه الإعادة حاول يخترق ولكن عملية الدفاع الخاطئة من قبل لاعبي خيطان وقرار من حكم المباراة خالد الفلشاوي وجود خطأ ورمية جزاء واللي راح يسدد عايض الرشيدي. عايض عبد الله البلوشي وتصدي جميل، تصدي جميل تصدي جميل من الحارس عبد الله البلوشي. هذا عبد الله البلوشي، عبد الله البلوشي بسم الله ما شاء الله، عملية الثبات
عملية الثبات والوقوف الصحيح لهذا الحارس لتسديدة عائض الرشيدي من الرمية الجزائية ليمنع خطأ التضامن التصويب والتسجيل. وهناك صافر أيضا خطأ حكم مباراة يطلب من لاعبين نادي خطأ بلعب الرمية الحرة خارج منطقة التسع أمتار. عاد الهجمة مرة ثانية حكم مباراة خالد فلشاوي، تمريرة إلى الجناح تشاولي عبد الله، وهدف هدف هدف لي عبد الله تشاولي، هدف لي عبد الله تشاولي لاعب خيطان. هذه اللي عادة هذه اللي عادة هذه اللي عادة لاحظ عبد الله تشاولي، وهدف تسديدة وأيضا هدف تسديدة من عبد الله غسان، وهدف هدف لي عبد الله غسان لاعب التضامن، هدف ال17 هدف سريع لاحظ هذا عبد الله غسان، التسديدة على الحارس عثمان عبد القدوس، تسديدة أيضا وهدف أمير عباس أمير سلطاني، أيضا أمير سلطاني وهدف بكل قوة، هدف بكل قوة على الحارس فهد العيدان. هذه التسديدة هذه التسديدة من أمير سلطاني وصافرة وخطأ، خطأ ورمية تسعة أمتار لصالح التضامن. كرة مع التضامن، كرة مع التضامن، عبد الله إلى مبارك القديفي إلى الجناح، تسديدة وهدف جابر عياد، تسديدة وهدف لجابر عياد، سنتر السريع لفريق الخيطان ناصر العنزي، أوهو يا ناصر يا ناصر يا العنزي، وهدف هدف بعملية الطيران اللي يتمتع فيها هذا اللاعب والتصويب الإيجابي من قبل هذا اللاعب، هذا التسديد هذه تسديدة جابر عياد، تسديدة جابر عياد 25-18 لصالح خيطان. كرة مع الرشيدي وهدف عايض، عايض الرشيدي وهدف، هدف لي عايض الرشيدي، الهدف 25-19 وأيضا هدف، أيضا هدف 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 لي إبراهيم البلوشي لاعب الدارة لفريق نادي خيطان، هدف بهدف المباراة الآن، مباراة سريعة بالأهداف. تمريرة أمير سلطاني إلى لاعب الدائرة إبراهيم البلوشي ليسدد ويسجل، أيضا هذا هدف عايض الرشيدي لاعب التضامن. كرة مع عبد الله غسان، خطأ خطأ لصالح، خطأ لصالح التضامن، 26-19 فارق 7 أهداف. كرة عبد الله غسان إلى مبارك الديفي، يا سلام، ولكن برافو يا عبد الله يا البلوشي، برافو يا عبد الله يا البلوشي، تصدي جميل ورائع من قبل هذا الحارس عبد الله البلوشي، عبد الله البلوشي و خطأ لصالح التضامن. خطأ لصالح التضامن والإيقاف المؤقت لمدة 2 دقيقة على لاعب نادي خيطان، أيضا صافرة، كرة مع التضامن، عايض الرشيدي يوسف صالح، يوسف يا سلام، ولكن تصدي هذه المرة من عبد الله البلوش، يا سلام يا عبد الله، ولكن التمريرة من عبد الله البلوشي لم تكن مناسبة لناصر العنزي، ترجع الكرة مرة ثانية، أيضا تمريرة خاطئة وصافرة من حكم مباراة، وجود خطأ ورمية 9 أمتار لصالح التضامن. عبد الرحمن الرشيدي، حبيب عقيل، مبارك للديفي، مبارك، وهدف جميل، مبارك للديفي، مبارك، برافو 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 يا مبارك يا لك ديفي على هذا الهدف،
مبارك القديفي ايضا من اللاعبين المتميزين صراحه، من اللاعبين المتميزين فريق التضامن. مبارك القديفي اللي تحدثنا عنه قبل قليل، هو كان لاعب سابق لنادي كاظمه الان يشارك مع نادي التضامن. نتمنى التوفيق، نتمنى له التوفيق ولكل اللاعبين المشاركين في هذه البطوله، كل التوفيق لجميع اللاعبين. يوسف الحداد، دشتي عزيز وهدف، عزيز دشتي وهدف، هذا عبد العزيز دشتي لاعب نادي خيطان، هدف، هدف لي عبد العزيز دشتي، الهدف 26 26. مبارك للديفي تسديده، ولكن تصدي من عبد الله البلوشي، ترجع هجمه سريعه، هجمه سريعه وانفراد، وهدف، هدف لناصر العنزي، هذا ناصر العنزي، هدف لناصر العنزي بعد التصدي الجميل والرائع من عبد الله البلوشي بطريقه جميله وبطريقه المعتاده من هذا الحارس، تصدي ممتع، تصدي شيق لهذا الحارس عبد الله عبد الرزاق البلوشي، احد الحراس ايضا المتميزين بهذا الموسم. لما تحدثنا عن نجوميه الحارس وسام عاشور بهذا الموسم، ايضا لابد ان نشيد بالحارس عبد الله البلوشي حارس نادي خيطان، احد ايضا الحراس المتميزين في هذا الموسم، ونقول المحافظ على ثبات مستواه في كل مباراه يقدمها، حارس متميز، حارس متمكن، حارس يعرف كيف يتصدى للكره في الوقت المناسب. كره مع مبارك الديفي، مبارك وتصدي، ولكن هناك صافره وخطا ورميه جزاء والايقاف المؤقت لمده دقيقتين على يوسف الحداد. طلال هران حكم القاري وهو زميله خالد الفلتشاوي، وخطا، هذا الخطا والرميه الجزائيه، الايقاف المؤقت لمده دقيقتين على يوسف الحداد، رمية جزاء عبد الله غسان وعبد الله البلوشي، غسان وبلوشي، وهدف عبد الله غسان، هدف لي عبد الله غسان، هدف لي عبد الله غسان لاعب التضامن، هدف لي عبد الله عبد الله غسان لاعب التضامن، ايضا من اللاعبين المتميزين، احد نجوم فريق نادي التضامن من سنوات، وهذا التمييز موجود لدى هذا اللاعب عبد الله غسان لاعب التضامن. الكرة مع أحمد عبد القدوس إلى عزيز دشتي، تمريرة ترجع مرة ثانية، كامران أسد الله راح يسدد، كامران وهدف، كامران أسد الله الإيراني وهدف، هدف لكامران أسد الله المحترف الإيراني لفريق نادي خيطان. لاحظ هذا الإعادة، هذا الارتقاء من قبل هذا اللاعب بتمريرة من زميله أمير سلطاني، يسدد ويسجل الهدف 29 29 21، 29 21 29، خيطان 21 التضامن. الكرة مع التضامن، خطأ، كرة تخرج خارج الملعب، خروج الكرة خارج الملعب، هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذا رجل اللاعب، أيضا رجل اللاعب والكرة خرجت خارج المرمى، خارج الملعب، قرار صحيح من حكم المباراة خالد الفجاوي، وجود خطأ لتنتقل الكرة إلى خيطان. الكرة مع عبد الله تشاولي إلى عزيز زشتي، كامران أسد الله، عزيز دشتي، كامران، عزيز راح يصوب، راح يصوب أو يمرر، يمرر، تسديدة وتصدي من فهد عيدان، تسديدة من اللاعب فهد الفاضل، ولكن تصدي من فهد العيدان الجناح الأيمن لفريق نادي خيطان، فهد الفاضل وتصدي من فهد العيدان حارس التضامن. كرة مع غسان عبد الله، صافرة وخطأ، والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين على كامران أسد الله، إيقاف مؤقت لمدة دقيقتين على المحترف الإيراني، هذا المحترف الإيراني كامران أسد الله، هذه الإعادة، راح نشوف الإعادة، هذه الإعادة،
الخطأ اللي وقع فيه كامران أسد الله والإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين. حديث كامران أسد الله مع لاعب خيطان على القرار الأخير اللي اتخذ بحق المحترف الإيراني بالإيقاف المؤقت لمدة دقيقتين. المرمى فاضي بالنسبة لفريق نادي خيطان على عبد الله البلوشي حارس نادي خيطان. الكرة مع لاعب رقم 2 حسين البلوشي. سلطاني حداد دشتي وهدف دشتي وهدف عزيز دشتي وهدف. الهدف 30 الهدف 30 لدشتي تسديدة مبارك ولكن يا سلام يا عبد الله البلوشي هناك صافرة وخطأ ورمية جزاء خطأ ورمية جزاء وإشارة واضحة من خالد الفلشاوي وجود دفاع من داخل منطقة الستة أمتار صافرة واضحة ورمية جزاء. عبد الله غسان عبد الله البلوشي عبد الله غسان عبد الله البلوشي يسدد وهدف عبد الله غسان وهدف هدف لعبد الله غسان. هذا اللي عادل للرمية الجزائية من عبد الله غسان يسدد ويسجل الهدف 21 17 دقيقة آخر 13 دقيقة عزيزي المشاهد على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. تقدم خيطان بالنتيجة وهدف لخيطان أيضا هدف سنتر سريع والتسديدة من منتصف الملعب ولكن عبد الله البلوشي يتصدى لهذه التسديدة عبد الله البلوشي يتصدى لهذه التسديدة. هذا الإعادة هذا هدف أمير سلطاني وتبقى النتيجة 32-21 لصالح فريق خيطان. تسديدة من أحمد عبد القدوس ولكن تسديدة أحمد عبد القدوس خارج المرمى. ترجع الكرة للتضامن عبد الله غسان إلى حبيب إلى عايض الرشيدي إلى الجناح يوسف صالح تسديدة ولكن عبد الله البلوشي يتصدى عبد الله البلوشي يتصدى لهذه التسديدة تسديدة يوسف صالح لتبقى النتيجة 32-21 لصالح نادي خيطان. الكرة مع خيطان آخر 12 دقيقة 12 دقيقة الأخيرة على انتهاء الشوط الثاني. تسديدة من يوسف الحداد ولكن الكرة تخرج خارج المرمى أو خارج الملعب بعد تصدي الحارس فهد العيدان. الكرة مع حبيب عقيل إلى عايض الرشيدي إلى عبد الرحمن تنقطع أيضا الكرة هجمة سريعة وانفراد انفراد أمير سلطاني وهدف هدف هدف لأمير سلطاني هدف لأمير سلطاني بطريقة جميلة ومميزة لهذا اللاعب الإيراني المحترف الإيراني. لاحظ الارتقاء يا سلام يا سلام يا أمير يا سلطاني على هذا الهدف هدف جميل هدف جميل من أمير سلطاني بالطريقة الأوروبية المعتادة كما نشاهد في مباريات أوروبا. هدف جميل ووقت مستقطع يطلب المدير الفني نادي التضامن الكابتن أيمن الألفي هذا الكابتن أيمن الألفي ووقت مستقطع يطلب الكابتن أيمن الألفي للاعبي فريق نادي التضامن. وهذا المدرب أو المدير الفني المعز بن محفوظ المدرب التونسي مدرب نادي خيطان لاحظ الأريحية طبعا ابتسامة ومرتاح فريق متفوق بالنتيجة بفرق تقريبا نقول 12 هدف واخر 11 دقيقة بالتالي يعني مأمن على النتيجة نوعا ما مع ان لعبة كرة اليد ما تقدر تأمن على النتيجة الا مع نهاية يعني نهاية المباراة مع صافرة نهاية المباراة ولكن من خلال ما نشاهده من خلال ما نشاهده من مستوى فني ما بين الفريقين المستوى الفني لنادي الخيطان افضل طبعا بسبب وجود اللاعبين وجود دكة الاحتياط
عدد متوفر من اللاعبين، يعطي كل هذه الأمور أفضلية لفريق نادي خيطان بالتفوق في المباراة عكس نادي التضامن اللي تقريبا لاعبين حاليا تقريبا نقول 7 لاعبين أو 8 لاعبين والباقي حراس مرمى. تخيل عزيزي المشاهد أن فريق التضامن يمتلك من اللاعبين ولكن ليس بالعدد الكافي اللي ممكن يكمل المباراة بنفس المستوى. عبد الله غسان وهدف، ولكن هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ، ولكن أيضا لابد أن نشيد بالطاقم الفني والإداري لفريق نادي التضامن على هذه الإمكانيات البسيطة، قاعد يقدم مباريات جميلة، مباريات ممتعة، مباريات أحرج فيها بعض الأحيان الفرق المقدمة مثل ما حصل في الأسبوع الماضي من أمام نادي القادسية، قدم مستوى جميل ورائع في الشوط الأول، ولكن خبرة فريق القادسية تمكن من إنهاء المباراة لصالحه. تسديدة من ناصر العنزي ولكن الكرة ترتطم في القائم، تسديدة من ناصر العنزي لاعب نادي خيطان، لاحظ تسديدة ناصر العنزي من داخل منطقة أو من مكان الخطأ، حاول يسدد في المرمى ولكن الكرة تطمت في القائم، ترجع الكرة وخطأ لصالح التضامن، خطأ لصالح التضامن، خطأ متقدم بالنتيجة 10 دقائق الأخيرة على انتهاء الشوط الثاني من المباراة. تسديدة ولكن رمية جزاء لصالح فريق التضامن، رمية جزاء لصالح فريق التضامن. عبد الله غسان هو من سيسدد الرمية الجزائية، عبد الله غسان ومحمد جمشير، هدف لعبد الله غسان، هدف لعبد الله غسان، هدف للتضامن عن طريق اللاعب عبد الله غسان لاعب التضامن، يسجل الهدف. والكرة مع خيطان، كرة مع خيطان، يمرر وهدف، هدف، هدف لخيطان، هدف عن طريق اللاعب حسين البلوشي، حسين البلوشي، حسين البلوشي، وهدف، هدف لحسين البلوشي. هدف لخيطان عن طريق اللاعب الجناح الأيسر حسين البلوشي، الهدف 34-32. عبد الله غسان اللاعب رقم 4، وليد الرشيدي إلى الجناح جابر، وهدف جابر أياد، برافو برافو يا جابر يا أياد، هدف جميل، هدف جميل يسجل عن طريق اللاعب الجناح الأيسر لفريق التضامن جابر أياد، وهدف الهدف 23، الهدف 23 لصالح التضامن، 34 خيطان، 23 التضامن، خطأ لصالح خيطان، خيطان متقدم بالنتيجة، فارق 12 هدف. عبد العزيز زشتي تمريره ولكن تقطع، ترجع مرة ثانية عبد الله غسان، كرة مع تضامن، هجمة سريعة، فاست بريك سريع، وجابر وهدف، ولكن تسديدة خارج المرمى، تسديدة جابر أياد خارج المرمى، تسديدة جابر أياد خارج المرمى بعد العملية الانفرادية. كرة مع خيطان، كرة مع خيطان، يحاول فهد الفاضل، تسديدة وهدف، فهد الفاضل وهدف، هدف، هدف للاعب فهد الفاضل، هذا اللي عاد، هذا اللي عاد فهد الفاضل لاعب خيطان، يسدد ويسجل الهدف 35، 35، 23،
تقدم خيطان بالنتيجة على التضامن. هدف جميل أيضا، هدف جميل من حبيب عقيل بتسديدة مفاجئة، تسديدة مفاجئة من حبيب عقيل ليسدد ويسجل. هذا اللي عادة، هذا اللي عادة من الثبات، من الثبات. حاول عبد الله البلوشي تصدى لهذه التسديدة، ولكن الكرة تدخل داخل المرمى. الكرة مع كرة مع خيطان. دشتي، عزيز دشتي يمرر لناصر العنزي، يحاول يسدد وهدف، هدف، هدف لي سالم البلوشي، هدف لي سالم البلوشي، هدف لي سالم البلوشي. هذا اللي عادة تمريرة ناصر العنزي الى سالم البلوشي ليسدد على مرمى التضامن ويسجل الهدف 36. تصدي من عبد الله البلوشي، 36 خيطان، 24 التضامن. اخر 5 دقائق عزيزي المشاهد على انتهاء الشوط الثاني من المباراة. تقدم خيطان على التضامن. كرة مع عبد الله غسان، حاول وليد الرشيدي ولكن هناك صافرة وخطأ. كرة مع تضامن، اللعب السلبي عبد الرحمن، وهناك خطأ أو إشارة اللعب السلبي بتمرير أكثر من 4 تمريرات. تنتقل الكرة لخيطان، تمرير خاطئ من عبد الله البلوشي، تقطع الكرة ترجع مرة ثانية. كرة مع التضامن، كرة مع التضامن، تسديدة ولكن صافرة وخطأ. حكم مباراة يقول ان الكرة خرجت خارج الملعب. تنتقل لخيطان، هجمة سريعة لخيطان لبلو او احمد، تسديدة احمد عبد القدوس، وهدف، هدف لاحمد عبد القدوس، هدف لاحمد عبد القدوس، الهدف 37 37. 24 اخر دقيقتين و40 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء الشوط الثاني. وصافرة وخطأ لصالح التضامن. كرة مع التضامن، مبارك الديفي إلى حبيب عقيل يسدد، ولكن حائط صد من خيطان. ترجع الكرة، هجمة سريعة 3-2. الحداد إلى حسين البلوشي، وهدف، هدف، هدف لحسين البلوشي، هدف لحسين البلوشي، الهدف 38. آخر دقيقتين، الدقيقتين الأخيرتين على انتهاء الشوط الثاني والمباراة عزيزي المشاهد. تقدم خيطان على التضامن بنتيجة 38-24. كرة مع التضامن، عبد الله غسان إلى وليد الرشيدي، وليد إلى جابر أياد، ولكن تصدي من عبد الله البلوشي. ترجع هجمة سريعة مرتدة، ناصر العنزي، ناصر، والتصدي أيضا من فهد عيدان، تسديدة من ناصر العنزي بالانفراد، ولكن تصدي فهد عيدان، فهد العيدان، ترجع من مرة ثانية عبد الله غسان، وهدف جميل، هدف جميل من هذا اللاعب عبد الله غسان لاعب التضامن.
اخر دقيقه وعشرين ثانيه اخر دقيقه وعشرين ثانيه هذا اللي عاده لا هذا اللي عاده لاحظ التمويه والخداع. برافو برافو يا عبد الله يا غسان على هذا الهدف، هدف جميل من عبد الله غسان لاعب نادي التضامن. تنتقل الكره الى فريق خيطان سالم بلوشي، احمد عبد القدوس، فهد الفاضل، عبد العزيز دشتي. سالم بلوشي يحاول ولكن صافره وخطا لصالح خيطان. احمد عبد القدوس الى عبد العزيز دشتي، تمريره ترجع مره ثانيه ايضا تقطع الكره ترجع للتضامن. اخر نص دقيقه، نص دقيقه اخيره على انتهاء الشوط الثاني والمباراه. عبد الله غسان الى عبد الرحمن الرشيدي وهدف، هدف للتضامن، هدف للتضامن عن طريق اللاعب عبد الرحمن الرشيدي. عبد الرحمن الرشيدي هذه تمريره عبد الله غسان ل عبد الرحمن الرشيدي اللي يسدد ويسجل الهدف ال25. خلاص العشر ثواني الاخيره، عشر ثواني، سبع ثواني، اربع ثواني، ثانيتين ثانية وأطلقت الصافرة أعزائي المشاهدين بانتهاء مباراة خيطان والتضامن بالتفوق خيطان على التضامن بنتيجة 38-26. مبروك لخيطان هارلك للتضامن. كان معكم محمد الشكري، آمل أن تكونوا قد استمتعتم أعزائي المشاهدين بوصمة لهذه المباراة، على أمل أن نلتقي بكم في قادم مواعيد والمباريات. إلى الاستديو التحليلي وزميلي عبد الله حسين وضيوف الكرام الكابتن خالد حسين والكابتن وليد عايش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ابو جاسم، شكرا زميل محمد شكري. اذا الخيطان 38 التضامن 26، خيطان يرفع رصيده الى 4 نقاط ويظل التضامن غير اي رصيد. بنشوف معاكم اللقطه كباتن على السريع قبل يمكن ندخل في بعض الامور الفنيه. بنشوف اللقطه اللي طلب اللي هذه اللقطه اللي انطرد عليها ناصر ارتي. كابتن وليد رايك؟ اكيد شوف قرار صحيح، قرار صحيح 100% صحيح. اي نعم دقيقتين وقرار حكم صح. خالد 100% قرار صحيح، لان ناصر هو اللي رايح حق المهاجم ومده الريل هذه هي اللي سببت في الطرد. اذا القرار صحيح من الحكام، هذه الكره اللي على اثرها انطرد ناصر ارتي وياك بالكرت الاحمر. ابو عبد الله يعني فارق كبير خيطان استمر الشوط الثاني، نتيجه الشوط الثاني 20-13 خيطان، استمر الفارق طبعا زاد الفارق بعد ما كان 6-5 بالشوط الاول وصل الى تقريبا 12 هدف في المباراه. طبعا احنا قلنا راح تستمر التفوق حق نادي خيطان واستمراريه في التفوق والسيطره على تجريه المباراه حسب ما يراه المدرب، ولكن ايضا التضامن حاول انه يرجع في المباراه ولكن حسب الامكانيات الموجوده عنده ادى اللي عليه، وايضا استرسال حارس المرمى بالنسبه حق نادي التضامن اسامه عاشور، وايضا عبد الله عبد الرزاق بلوشي لما نزل ادى اداء وابلى بلاء حسن صراحه في الشوط الثاني وتصدى العديد من الهجمات والتصويبات الخارجيه، وكذلك ايضا بالنسبه حق المحترفين والبدلاء اللي لعب فيهم مدرب نادي خيطان ادوا الدور اللي هو مطلوب من عندهم على اكمل وجه وسيروا المباراه على حسب ما يرغب المدرب في هذه المباراه.
خالد غرات للمباراة بشكل عام، فارق كبير لخيطان وكلر يحيى الشوط الثاني استمر في زيادة الفارق. نقول مبروك لنادي خيطان، هارد لك نادي الساحل. سيناريو واحد صار من الشوط الأول إلى نهاية المباراة، تفوق كان واضح لنادي خيطان من خلينا نقول أول 10 دقائق من الشوط الأول. هذا التفوق مستحق، تضامن أدى اللي عليه، لاعب لآخر دقيقة قاعد يحاول الكابتن أيمن الألفي تبديل لاعبين، أشرك أكثر عدد من اللاعبين، ولكن الفارق الفني بين الفريقين كان واضح وأدى إلى هذه النتيجة. ونقول مبروك لنادي خيطان، هذا لك نادي طبعاً. نعم، وإذا ننهي الحديث عن مباراة خيطان وتضامن، راح ننتقل لمباراتنا القادمة اللي راح تجمع